إسرائيل نشرت حوالي 100,000 جندي على الحدود الشمالية، ولقاء بين الحزب وحركة حماس. صحيفة معاريف: إسرائيل والحزب في طريقهما إلى الحرب. مقال في صحيفة معاريف العبرية يؤكد أن الحزب والعدو الإسرائيلي في طريقهما إلى الحرب. وبحسب مقاربة الإعلام العبري، إن إسرائيل لا تريد حربا، ولكن لا مفر من حدوث مواجهة مباشرة بين حزب الله وإسرائيل، والسؤال هو متى. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسؤول العلاقات العربية والإسلامية ونائب رئيس حركة حماس. هذه التصريحات جاءت على وقع الإعلان عن لقاء جمع السيد حسن نصر الله بمسؤول العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس ونائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية للبحث في آخر التطورات. اللقاء المفاجئ يبدو أنه جاء للتأكيد على مبدأ وحدة الساحات، حيث تم تقييم المواقف والتطورات والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة. السؤال الأبرز عن التصعيد المحتمل في الجبهات الجنوبية يأتي بعد إعلان صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل نشرت نحو 100,000 جندي على حدودها الشمالية مع لبنان. وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن مراقبة دبلوماسية للوضع في الجنوب، وأن الملحق العسكري لدى بعض السفارات في لبنان يدرسون خططا لنقل رعاياهم منه. ويبقى السؤال: هل فعلا لا مفر من سيناريو الحرب؟